أعتقد بأن تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمملكة المغربية هو إشارة قوية لثقة هذه المؤسسات المالية في المملكة المغربية، وكذلك اعتزازها وتقديرها لصلابة الاقتصاد الوطني. ما خصناش ننسوا بأن الاجتماعات تعود إلى إفريقيا بعد 50 سنة، يعني منذ سنة 1973 عندما نظمت في كينيا. وبالتالي فإن هذا التنظيم في المغرب خصوصا بعد يعني زلزال الحوز كيعزز يعني الثقة ديال الشركاء الماليين الكبار في الاقتصاد الوطني وفي متانته وفي صلابته. وبالتالي فإن كل هذه الأمور هي مهمة، بالإضافة أن هذه المؤسسات الدولية تعتبر بأن النموذج الاقتصادي المغربي هو نموذج اللي خاص واحد مجموعة من دول الجنوب انها تقتدي به باش انها تحقق واحد الارقام ديال النمو وتحقق واحد مجموعه من الاصلاحات اللي قامت بها المملكه المغربيه قياده 20 سنه الماضيه. اعتقد بان يعني تنظيم هذه الاجتماعات في المملكه المغربيه سيعود بالنفع على المغرب درجه اساسيه، وكذلك على افريقيا بصفه عامه، لان المغرب يعني اليوم يعني كيشوف ان اصبح وجهه لاستقبال واحد مجموعه من الاحداث الدوليه. كندوي على الاجتماعات السنويه لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كندوي على كاس افريقيا سنه 2025، كندوي على كاس العالم سنه 2030 ومجموعه من الاحداث الدوليه الاخرى، وهذه كتعزز يعني المكانه ديال المغرب، وكذلك تخلي ان واحد مجموعه من المستثمرين الاجانب انه يجيو ويشوفوا يعني بالاعين ديالهم يعني مدى التقدم اللي قامت به المملكه المغربيه من بنيه تحتيه ومناخ الاعمال ومن جاذبيه للاستثمارات ومن يعني قطاعات واعيه بحال السيارات بحال الطائرات بحال النسيج الألبسة الجلد السياحة صناعة تقليدية وقطاعات أخرى. وبالتالي ستكون يعني فرصة بالنسبة للمغرب باش أنه يدافع على مكانته كقوة إقليمية وكاقتصاد ناشئ يعني في شمال أفريقيا، وكذلك سوف يتكلم باسم الدول الأفريقية بدرجة أساسية اللي عندها واحد مجموعة من التحديات، ولخص المؤسسات الدولية المالية أنها تعاونها باش تخرج من عنق الزجاج وتحقق واحد الأرقام اللي هي ديال النمو اللي هي مزيانة. أعتقد بأن الاجتماعات السنوية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللي غتنعقد في مراكش الأسبوع القادم كتجي في واحد الظرفية دولية واحد السياق دولي اللي هو مضطرب، وبالتالي فإن واحد مجموعة من النقاط سيتم تدارسها خلال الاجتماعات بحضور واحد 14,000 مشارك من تقريبا 189 دولة. واحد مجموعة من المواضيع اللي هي مهمة، من بين هذه المواضيع هذه اليوم غنناقشوا كيفاش يكون عندنا واحد النموذج استراتيجي جديد من اجل تجاوز الصعاب. كنعرفوا اليوم عندنا واحد مجموعه من الحروب، عندنا واحد التضخم عالمي، عندنا واحد مجموعه ديال الاوبئه الزلازل الفيضانات، وبالتالي اليوم خصنا عندنا واحد النموذج استراتيجي جديد من اجل تجاوز هاد الصعاب هذه. كذلك اليوم عندنا يعني بان اليوم واحد مجموعه من الدول ترزخوا تحت عتبه الفقر، وبالتالي اليوم ما كاينش شي حل الا اننا نخلقوا واحد الفرص ديال الشغل اللي هي حقيقيه باش نخرجوا هاد الناس من يعني من عتبه الفقر. بالاضافه ان واحد مجموعه من الدول اليوم تعاني من مديونيه كبيره، اليوم خصنا اصلاحات مهمه في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وواحد مجموعه من المؤسسات الماليه اننا كيفاش نتعاملوا مع هاد الدول هذه اللي عندها واحد مديونيه كبيره باش انها تخرج منها، لان إلا ما خرجتش من هذه المديونية هذه ما يمكن ليهاش حقق واحد الأرقام ديال النمو اللي مهمة. بالإضافة أن اليوم أصبح بأن الاستثمار في الرأس مال البشري عن طريق أنظمة الحماية الاجتماعية التعليم الصحة وما شابه ذلك هي الأساسية من أجل خلق واحد الفرص الشغل وبالتالي خلق الثروة في مجموعة من الدول. بالإضافة أن اليوم ضروري أننا يجب أن نعول على الريادة ديال النساء باش أنهم يساهموا كذلك في التنمية ديال البلدان ديالهم، دون أن ننسى بأن اليوم يعني الكل أصبح يتكلم عن الرقمنة، وبالتالي فإن اليوم المستقبل الرقمي يبدأ التحضير له من اليوم. كل هذه المواضيع سيتم وتطرق لها خلال الاجتماعات السنوية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي باش أننا نلقى واحد مجموعة من الحلول بالنسبة لواحد مجموعة من الدول باش أنها تحقق التنمية المبتغاة خلال السنوات القادمة بإذن الله.